call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم بيكون عبارة عن مراجعة عن سلاح لافيليو، السلاح اللي انضاف مع الباس الجديد ومع السيزن الجديد، سيزن الوباء. سلاح لافيليو تقدر تشتريه مع ينيتا، هذه هي، أو من معهومة في المقرين الرئيسيين، وقيمته 600 مثل ما أنتوا شايفين هنا. تشتريه بالعملة، عملة الزعماء، العملة الفضية. ونشوف انه قوة السلاح 58. السلاح خاص بفيليب لابيست، في تعفن، وهذا التعفن يصيب كل سفينة سواء كان فيها تحصين او ما فيها تحصين. قوة السلاح 14000 مثل ما انتم شايفين، تقريبا 12300 من القوة عند الاصطدام، والتفجير 1800. يعطيك تفجير إضافي 15% من ضرر أثناء وجود ضرر التفجير في نطاق 50 متر. إذن هذا أهم النقاط اللي تخص هذا السلاح، سلاح لوفيليو. بالنسبة للسلاح البديل للوفيليو، يعني دائما بحط التقييم وكذلك السلاح البديل له، اللي هو الليوبولد ليفل 3 أو ليوبولد 3، اللي هو هذا السلاح مدفع الهواء المحسن آخر واحد. لوفيليو قوته 58، ليوبولد قوته 50. الضرر الرئيسي تقريبا 12000، نشوف هنا الضرر الرئيسي 11200، ضرر الكلي 15000، فهو أقوى شوية نسبيا من لوفيليو، بس لما تكون كل الميزات متفعلة، اللي هي 2200 للإغراق و1600 للتفجير. فهذا بشكل عام هو سلاحنا. بسوي مهمة توصيل، أي مهمة توصيل طلبات عشان يهجموا علي بعض من القراصنة. نتأكد هنا السلاح البديل كم قيمته. طبعا أنت تقدر تشتري المخطوطة هناك لوفيليو، بتشتري أنت السلاح بنفسه، ما تقدر تصنعه مرة ثانية. بينما في ليوبولد تقدر تشتري المخطوطة، والمخطوطة قيمتها 2800 مثل ما أنتم شايفين بعد شوي. هذا ليوبولد قيمته 2800 من الذهب وليس من العملة النادرة اللي هي عملة الزعماء، اللي فوق على اليمين إذا تشوفوا عندي 2250، تأخذها عن طريق توصيل الذهب. نروح نسوي مهمة الطلبات ونبدأ المهمة. في حاجتين أحب أتكلم فيها عن هذا السلاح. الحاجة الأولى إنه فيها الضرر، يعني أسلحة الهاون لحد ما توصل للسفينة أو لحد ما تسقط في السفينة بتتأخر. فلحد ما تسقط هناك الضرر الأولي هو الدامج اللي بتاخذه. فكم أنت تاخذ الدامج من الضرر الأولي؟ إذا كان بيرفكت شوت بتاخذ 10000 ماكسيموم 11 أو 12000، مثل ما شفتوا في البداية، من غير التفجير والإغراق والتسمم اللي يسويه. فبالنسبة للتسمم أوفر تايم بيبدأ ينقص ويتناقص، تتناقص القوة، لكن فقط خاص التسمم خاص بمنطقة معينة، المنطقة اللي طاحت فيها القنبلة. فبشكل عام لو نتكلم عن هذا السلاح، أول شيء هنا حطيت الأثاث، حطيت هذا الأثاث اللي يزيد لك 19% بالنسبة لمدافع الهاون، هي القطعة الوحيدة اللي ضفتها من الأثاث. بشكل عام كتقييم نهائي يعني للسلاح، يعني لما نتكلم عنه، السلاح هو مناسب بعض الشيء ل يعني عشان تضرب اللي هم البوس، يعني حال البوس فايت اوكي مناسب بعض الشيء. انا ما اقول لك الاميز في البوس فايت، لكنه اوكي مناسب انك تستخدم لفيليو للبوس فايت. ليش؟ لأنه البوست فايت ما يكون فيه مناورات وكذا، لكن لما تهاجم السفن الصغيرة وإنك تهاجم شخص أونلاين، أول شيء بيناورك، فأنت لحد ما يوصل مدفع الهاون ويرتطم فيه، أنت أوريدي لازم تقدر المكان اللي هو بيكون فيه، من غير كذا بتظهر له العلامة الحمراء إنه هنا بتكون القنبلة جاية.
فبيناورك وما بتصطدم فيه. فانت ماكسيموم اذا ضربته وقبت 9000 او حتى نقول قبت البيرفكت شوت، مع انه 90% اذا كنت تحارب اونلاين مستحيل بتجيبها، واذا كنت للكو اوب او الاوف لاين يعني اللي هم هذا البوتات فيمكن انت بتجيب هالضربه 50 أو 40%. فبالنسبه لهذا ما مناسب، مناسب للبوس فايت لان البوس فايت ما يناور وكذا. بس بالنسبة للتسمم مرة ثانية، التسمم خاص لنطاق معين، فأول ما يطلع من هذا النطاق خلاص ما 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 عاد يعني يفيدك إنك إنه هذا السلاح فيه تسمم أو لا. بينما السلاح الثاني اللي هو ليوبولد 3 فيه إغراق وفيه تفكير، فلما تتفعل الإغراق مهما راح هو انتقل من مكان وراح لهناك لهناك لهناك، خلاص الإغراق موجود في السفينة لحد ما يخلص تفعيل الإغراق أو فعالية الإغراق في السفينة. فهذه ميزة مهمة انك تركز فيها. بالنسبة لسقوط السلاح اوكي نفس الشيء، بتنيتي مدافع هاون لحد ما يوصل لحظة الارتطام بتكون نفسها تقريبا، لكن بالنسبة للميزة انت ما بتستفيد منها. ومن غير هذا مثل ما قلنا في البداية انه ليوبولد اقوى، فنشوف هنا بس نخليكم يعني مع الفوتج اللي يخص يعني السلاح. بس بشكل عام وكتقييم نهائي للسلاح في رأيي الأفضل إنك تحفظ بال 600 صح، يعني 600 هذه تصرفها ل 450 في الداردنيل، لأنه داردنيل سلاح مناسب تقدر تستخدمه في كل الفايتس يعني في كل المعارك، والريلود الريلود يعني في الريلود فيه يكون أقصر، الوقت يكون أقصر ويستخدم كرة المنقنيق. اوكي يعني عادي ما انه حاجة مميزة هنا انه يستخدم المنقنيق او لا، هذا مدافع هون هذا منقنيق، بس في النهاية انه الضربات اكثر تتابعا من الهاون، الهاون يتأخر كثير. تقريبا غطينا كل حاجة. في الختام اقول لكم انكم لا تاخذوا هذا السلاح، الافضل انكم تاخذوا الداردنيل او تاخذوا سلاح هذا الليوبولد ليفل 3 وتحاولوا انكم تصنعوه. انا شخصيا بغير من السلاح الفيليو الى الليوبولد. تقريبا ايوه هنا نهايه المقطع، اتمنى انكم استفدتوا وعجبتكم. راح استمر في تنزيل تقييمات للاسلحه اللي استخدمتها، واذا في سلاح تريدوني اتكلم عنه كذلك اكتبوا لي في الكومنت. لا تنسيونا من دعمكم عن طريق اللايكس، عن طريق الشير، عن طريق السبسكرايب اذا كنت ما متابع القناه، اتمنى انك تتابعنا وتدعمنا بالمتابعه. هذا كل شيء، نحاول نوصل لل 500 متابع، فوصلوا لل 500 متابع. ولا تنسوا تدخلوا على موقع aoye.com وتستخدموا كود نوب عشان تاخذون 3% ديسكاونت. عندهم معظم الحاجات اللي إذا ما قدرت تحصلها في اللعبة تقدر تشتريها من عندهم مباشرة، والرد رد معهم يكون سريع وبيوصل لك يعني في فترة بسيطة. هنا نهاية المقطع، أتمنى أن أعجبكم والسلام عليكم.